une section très 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 importante où il y a عندها بزاف بزاف كيفاش نقولوا بزاف قيمه في لو سي في اللي هي لا سيكسيون كومبيتونس. كومبيتونس هنا راح نقسمهم على ثلاثه: لي كومبيتونس لينغويستيك، لي كومبيتونس تكنيك، ولي كومبيتونس بيرسونيل، ولا يسميوهم ثاني سوفت سكيلز. ناس تركروتي ولا جينيرالمون تحتاج دي كومبيتونس، تحتاج ناس تعرف دير سي كومبيتونس واش تعرف دير. هذا هو الملخص تاع كومبيتونس، واش تعرف دير اللغه، واش تعرف تكنيك، واش تعرف سوفت سكيلز، واش تعرف. وراح نبدا بلي كومبيتونس لينغويستيك. نيكست سنه صح. Pour les compétences linguistiques, حطوا langue maternelle عربية أو أمازيغية. لأنه كيفاش نقولوا سي ان بلوس دونك اللغة العربية أو ميم اللغة الأمازيغية في سيغتان ميتيس تناتو، باسكو شغل قد ما تعرف قد ما تتعلم، وماشي غير اللغات، يعني راح نزيد نروح للغات واحد اخرين. لغات دوكا في الجزائر ولا في لو كونتكست دو دومبلوا الجيريان، لو فرونسي وانجلي مفروغ منه. شغل الفرونسي لازم دير معاملات اداريه تخدم فيه، تتعامل به، تكتب به، تراسل به ايميلات. انجلي شغل ما تقدرش تراسل multinational بالفرنسي. multinational لي multinational جينيرالمون يخدمو بالانجليزية، فالانجليزية يعني حاجة مطلوبة. إذا عادت عندكم بلوس دو لونغ، يعني ألمان، إسبانيولية، شينوية، حطوهم في لو سي في، حطوهم، باسكو ما على بالكش بالك تخدم مع دي زيترونجي يا خي في الجزائر، من داك يستقبلوا دي بروجي في الكونستركسيون، في الأويل أند غاز، في بوكو دو سبيسياليتي. لي يجيبوهم في لغات واحده اخرى، يعني يهضروا لغات واحده اخرى. لو فات ديجا لي راك كون نحكموا دو سي في بار اكزومبل ويخدموا كيما نقولوا يتنافسوا على بوست واحد، كون يكون واحد مثلا يميتريزي لا لونغ تاع هذاك لو كليون يديوه، فهمتوني؟ يعني لي لونغ حاجه زياده، حاجه عندها فالور اجوتي في لو سي في تاعكم. بصح انا ماذا بيا هذه النقطه شغل ما تعقدكمش، باسكو علاه لا لونغ فيها كات فولي، فيها لا ليكتور، فيها ليكريتور، فيها لوغال، وفيها ليكري. بون ما باش اسك خلطتهم، مي بون هادو لي كات فولي سيو ديتايوهم. اذا شفت باللي بار اكزومبل تعرف ماشي تفهم وتقرا انجلي، تفهم تسمع تقرا انجلي، وحنا لا ماجوريتي تاع لي بروبليم تاعنا مع لي لونغ سي الهضره. دونك ما تحقرش قيمه انك تعرف تكتب، باسكو من بعد شغل يقدر يجيبك باسكو تعرف تكتب، ولا باسكو تسمع، يعني شغل تقدر تسمع واحد كيعود يهضر معاك. تفهم جو دير تفهم واش راهو ينقال لك. دونك سيو اذا لقيتوا رواحكم، سيتادير ما تقولش كاريموني ما نعرفش هذيك اللغه، ولا راني فابل. حدد فاش راك فابل، فابل في ليكريتور ولا لا ليكتور، فابل في سبيكينغ ولا ليسينينغ. هادو حاجه مهمه باش نتايا كي تحدد نقطه القوه نتاعك، هذيك نقطه القوه نتاعك تقدر تدبر لك بوست. سيتادير قلت لكم ما تحقروش رواحكم، يعني شغل تقدر تدخل بهذاك واش عندك وتزيد تطور فيه، فهمتوني؟ يعني كي يلقى ديجا عندك راك تعرف تكتب وتقدر تسمع وتقدر تقرا، سي ديجا بيان. ما تتعاملوش مع لي لونغ كوم سيونس اكزاكت، نعرف ما نعرفش. نو كاين سيغتان نيفو، كون بعد نحكيو في لي تيست ثاني جايه ليهم، تلقاو ميم لو تيست ما تجوزوش على حاجه وحده، تيست دابتيتود لينغويستيك ما تجوزوش على حاجه وحده، تجوزوه على هاد لي كات نيفو، يعني هاد لي كات جو دير الدومين، ومن بعد يتك المعدل تاعهم هو اللي يحدد النيفو تاعك في هذيك لا لونغ. عبيها قلت لكم ما تحقروش روحكم، يعجبوني كاين اللي يديروا في لي سي في تاعهم ليغ إكريغ بارلي إيكوتي، ومن بعد يدير فرونسي أونجلي، ومن بعد يكوشي يقول لك سي أن بي أن، يحدد لو نيفو تاعو هكذا.
شغل ما يحركش لي فورس ما يحركش لي شانس تاعو كوميم تكون عنده اون شانس وكذلك انه اللغه يعني حاجه اللي نقدر نطوروها ولازم نطوروها يعني قد ما نقول لغه ما كون بات نحكي منا الغدوه لغه مهمه ونخدم عليها كوتيديانمون باه نطوروها قص لي تيست مليح كون تحطوا لي ريزلت تاعهم باغ اكزومبل في الفرنسي اللي يجوز تساف دالف دالف هادو مليح تحطوهم في الانجلي الايلتس توفل هادو حطوا لي ريزلت تاعهم اذا شفتوا باللي الريزلت تاعهم يعاونكم بيان سور هادو لي تيست كامل يا اخي كي تجوزوهم كيفاش نقولوا يعطيك شغل لي تيست تاعهم تجوز على لي كات بارتي هادو اللي حكينا عليهم ولا موين تاعهم تعطيك لو سكور تاعك ميم زعما كي تجيو تبوستوليو في دي بورس ولا تحبوا نحكيوا على هذا السوجي من بعد في دي بورس ولا كيما مثلا لي زيتود سوبيريور كاين اللي يشرطوا هاد لي تيست يعني بلا هاد لي تيست ما عندكش اصلا كفاه ما مقابلينك في الجامعه ما يكون ما تعطيهمش هاد لو ريزولتا ولا هاد لا بارتي تاع لو تيست يعني لو ريزولتا تاع هاد لو تيست ما يقبلكش حاجه واحده اخرى نوه ليها يا ناس اكتبوا بلا لونغ تاع لونتربريز ابعثوا السي في تاعكم بلا لونغ تاع لونتربريز بمعنى اذا راهي ملتي ناسيونال تخدم بالانجلي ابعثوا لها السي في بالانجلي علاه تبعثوا دو سي في فرونسي وانجلي اذا شتوها اونتربريز بريفي ناسيونال ولا ناسيونال راح تبعث لسوناتاك يا سيدي بعث لها بالفرونسي سوناتاك يخدموا بالفرونسي دونك اكتبوا تعملوا ولا كيفاش نقولوا راسلوا لي زونتربريز من فضلكم باللغات نتاعهم ما تراسلوهمش بدو سي في تبعثوا له دو سي في قال هاك خير كوم سي هو عنده الوقت في لابيل تاع لي ايميل اللي تلحق له قال انا واش ندي فرونسي ولا انجلي بون مثلا في لو كان تاعنا نستعملوهم في زوج ما كاش بروبليم مي توجور حوسوا على لا لونغ تاع لونتربريز يعني على بالكم بلي لي زونتربريز ناسيونال ولا بريفي لهنا يخدموا بالفرنسي بعثوا لهم بالفرنسي تبعث الملتي ناسيونال ابعث لها بالانجلي ما تبعثش برك دو سي في فوالا مي خليو لي كاستيون تاعكم في لا زون دو كومونتير نحضوا كان لي كومبيتونس تكنيك نيكست سنه Donc, pour les compétences techniques, comment les compétences, disons, les secrétaires, les hommes, les choses qui sont très importantes pour la compétence, c'est-à-dire qu'ils ont des compétences techniques, mécaniques, hydrauliques, production, forage, marketing, organisation d'événements, design, développement web, mobile, c'est des techniques حاجه اللي متعلقه بهذاك لو ميتيي كي نقول كومبيتونس تكنيك سي لي كومبيتونس المطلوبين باه تقدر تمارس هذاك العمل فوالا دونك حط هاد لي كومبيتونس ثاني في السي في واش تعرف دير هادو لي كومبيتونس جينيرالمون تكنيك sont évaluées par le responsable métier c'est-à-dire يجيبوا لك ولا اللي يدير لك تيست جينيرالمون le test c'est le responsable métier ماشي responsable RH هو اللي تيستي دوك اذا انت تعرف هذيك الحاجه هذوك لي نوسيون ما تعرفهمش تعرف تخدم بهاد لا ماشين ما تعرفش تعرف لي نوسيون تاع لا كونطابيليتي الفينانس الاس اف بار اكزومبل تعرف دير ايتود دو مارشي تعرف لو موديل سوات تاع هادو الشيء كامل ايفالويهم كيفاش توبتيميزي الشيفر داف هادو كامل سي لي كومبيتونس تكنيك اللي متعلقه بالميتي تاعكم دونك قد ما تكونوا عندكم دي كومبيتونس تكنيك ومتفوقين في الدومين تاعكم عندكم بلوس دو شانس فهمتوني يعني شغل وماشي تحبسوا وتكونوا كيما الجميع مادا بكم يعني اذا عندكم كومبيتونس تكنيك سيو تطوروا منهم سيو شغل لا كومبيتونس تاعكم تعود ما تليميتيوش رواحكم في لي كومبيتونس تكنيك باش تمدلكم الجامعه سيو تقراو من باراليل سيو تطلعوا وين راهي لاحقه وين الابديت الاخرين يعني لي نوفيل طوندونس في لي ميتي نتاعكم
واش راهم يقولوا لي زيكسبير، واش راهم يقولوا المحللين، واش هذا الاطلاع الثاني ولا هذا الحب الفضول هذا يعاونكم تكونوا اجو. ستادير ميم لك حاجه قريتها في الجامعه مي دوكا ما تعود اوبسوليت، ما عندها حتى قيمه باسكو لو مارشي باغ اكزومبل تاعكم تبدل ولا صراو تغيرات جذريه في الموضوع تخليك تخمم بطريقه بطريقه واحد اخرى. دونك هذه الفكره تبقى على اطلاع تفورمي روحك كل يوم. كاين ماشي كامل لي كومبيتونس تكنيك راهم ديسپونبل اونلاين، مي على بالي بلي كاين دي كومبيتونس تكنيك اللي تقدروا تربحوهم اونلاين كون تدخلوا لي كور تاع كورسيرا تاع لينكد ان ليرنينغ مايكروسوفت ايدوكيشن. هادو كامل شغل سيي وتطوروا من رواحكم. باسكو ما تقدرش تخرج في المارشي لي الجامعه تخرج 5000 ينقولوا 10000 ايتوديون كل عام وانت تكون واحد من هذوك ال 10000 كيف كيف، باسكو عندك شغل راك في نفس المستوى تاع هذوك ال 10000. اذا راك حاب تكون كومبيتيتيف خاصك تخدم على روحك، ما تقولش تخمم فوالا انا ما مدوليش وانا ما عطاوليش وفي عقليه الضحيه هذه. على بالي بلي ماشي كلشي يقدر يديفلوبا اونلاين بصح كاين، على بالي بلي كاين دي كومبيتونس تقدروا تتعلموهم فوالا اونلاين. تقدروا ميم ماشي تتعلموا نقولوا تقصروا ناس، تقصروا مع ناس هاد لو ميتي ولا كاريمون ولا ماشي غير صالون دونبلو جو فيدير لي صالون اللي في هذاك الميتي هم يديروا دو طون طون في كالكو ولايه تروح تهضر معاهم تشوف وين راهي لاحقه. هاد لو فات دو فير ان نتوركينغ مع هاد الناس يعاونكم تزيدوك شغل ديروا ميزاجور لي كونيسونس تاعكم. كاينه حاجه تحضروا محاضرات تشوفوا فيس اونلاين دي فيديو قال والله تيل كونفرنس تبعوا لي كونفرنس في الدومين تاعكم. يا سيدي مش لازم تونجاجي في عفسه طويله تاع 6 شهور ولا مي تبع قال هاد لا كونفرنس راح تندار في الدومين تاعي نشوف اسك نقدر نحضر لها اسك نقدر نبعت لهم ان باكي نقدر. هذا اللي يخليك ديفيرون على ال 5000 ولا ال 10000 اللي تخرجوا اللي راهم يتخرجوا كل عام. وعند والازمه تاع الشوماج صدقوني راهي ازمه عالميه ماشي غير في الجزائر، وازمه الطلب شغل هذا سوق متعلق بالعرض والطلب. يعني ما لازمش تقعد في عقليه وانا ما عنديش وما لقيتش وحالت دبر راسك. دونك شغل سيي كيفاش تخرج من هذيك السلسله تاع 10000 باش تقدر او موال تلقى دي زوبورتونيتي ولا الكونترير لي زوبورتونيتي علاش لا يعودوا هما يجيو. ميم فكره انه تبارطاجي لي زيكسبيريونس تاعك سو فورم ارتيكل لينكد ان سو فورم بلوغ سو فورم تكتبوا تناقشوا في لينكد ان هادو لي زاكتيفيتي كامل يعاونوكم. ستادير مثلا تقرا ارتيكل بالانجلي تسي تخدمه بالعربيه وتحطو ولا العكس تسي دير له ريزومي ولا تحضر كونفرنس. المهم سيو تفالوريزيو لي كونيسونس تاعكم ما تغارديوهمش عندكم وقد ما تبارطاجيو وقد ما راح يجيكم لي زوبورتونيتي هذه نقولها بار كونيسونس دو كوز اي بار اكسبيريونس. نيكست سنة صح سوفت سكيلز هادو لي سوفت سكيلز sont généralement évalués par le recruteur ou le responsable RH. Généralement, les dire le premier screening ou les dire la présélection tu as les CV où il y a les candidats au téléphone où ils font qu'ils fassent yadro au téléphone où ils font qu'ils fassent yadro au l'entretien ou qu'ils fassent un colo ou mais ils fichent ce qu'on a techniquement qu'on met تعرف على الاقل تخدم في ايكيب على الاقل باسكو في انتربريز ما تخدمش وحدك في ايكيب دو ريشيرش ما تخدمش وحدك. يعني انا بالك جوزيف لازم تعرف تخدم في ايكيب الانتربريز ما تحبش ماشي متحرب قد ما يهمها واحد موايان ما يقدر ينتجري لي علاش لي بوتونس تكنيك تاعو يقدر يكسبهم بالاكسبيريونس مي كي تجيب واحد هارب ومتكبر عنده ما يدير
ما يقدرش بزاف ميم كاين ناس يدخلوا يتحاوزوا في لا بيريود دي سي يقولوا لهم نون كونكليون على جال بروبليم دو كومبورتمون ما يعرفش يتصرف ما ولا تلقاه غير خلوق ولا تلقاه عنده بروبليم دو كومبورتمون كاريمون غير مؤدب ولا ما يخدمش مع ليكيب ولا كيما نقولوا ثاني ما يتضبطش ثاني مع لا كولتور تاع لونتربريز مي هذه حاجه ثاني نهملوا نهضروا عليها مي هي مهمه جدا بارفو يقولوا لي والله يا سلمى حطيت السي في تاعي ونورمالمون يعيطوا لي بصح عيطوا لواحد اخر كاين ناس يشوف شحال ديجا هاد لا بيرسون تقدر تتضبط مع لا كولتور تاع لونتربريز ما يخممش شحال انت تعرف شغل هاد باسكو هاد لو بوست راهو داخل في سيستم تاع شركه تاع دي كوليك تاع مجموعه ماكش واحد قاعد يخدم وحده شارده كيما نقولوا في الفيزياء تخدم وحدها وما كاش واحد يافونسي وحده دايوغ دونك كي يشوف باللي انت في الكومبورتمون تاعك في عقليتك ولا كيفاش تهضر كاين بعض الناس كيفاش يهضروا في التليفون تخمم انت يطلبش اصلا لونتروتيان باسكو هذا شغل هذا راح يكون واجهه لك سورتو مثلا اذا تخمم تعيط له يخدم في عفسه تاع فرونت اوفيس كيما نقولوا ماركتينغ سيلز هذاك الشغل راهو الانترفاس تاع الشركه كيفاش راح تجيبو كاين دي ميتي اللي فيهم بزاف 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 ستريس دونك ماذا بهم كي يجيبوا ان كانديدا يجيبوا ثاني دي كانديدا اللي يقدروا يتضبطوا مع ستريس يعني ما نقولش تسمى ان كانديدا اللي بانيكي تمتم ماشي ما يساعدهمش الشغل هذا بزاف يتقلق على اي حاجه ويستريس على اي حاجه ملكي نعودوا في حوايج كبار كما نقولوا تاع شي فضافير كاين ناس راهي نقولوا تخدم بالملاير ماهيش تخدم وعلى غلطه المارشي كامل يقدر يروح كما الناس اللي تخدم في الفراج الناس اللي تخدم في لابورس الناس اللي هادو اللي يخدموا دي ميتي صعاب جيستيون دو طون كاين اون بانوبلي تاع لي كومبيتونس حاجه واحده اخرى ماشي غير لي كومبيتونس بيرسونيل كاين تاني دي فورم دانتيليجنس سي بادير دوكا ما نهضروش كامل على ما نقولش كبرنا ولا في ثقافتنا فهمونا باللي الانتيليجنس تكون شاطر في لي مات والفيزيك بصح كي تكبر ولا كي تدخل في لو ميتي ولا الانتيليجنس عنده دي فورم اي دي فورم سي بادير كون ما تكونش عندك الانتيليجنس كشغل لازم تخمموا شنو هما ثاني لي فورم دانتيليجونس اللي عندكم باش تقدروا توظفوهم وتستغلوهم اسك عندك لانتيليجونس في لا ريداكسيون تعرف تكتب تعرف كيف نقولوا تعبر لانتيليجونس ريلاسيونيل تخدم مع الناس ديفلوبي علاقات مع الناس باسكو كيفاش يجيو لي مارشي الناس كيفاش دبر فرص دبرهم عن طريق الناس كيفاش تجيب لي كونساي كيفاش تافونسي احنا نافونسيو بالناس يعني كيفاش نفهمكم شغل ما كانش واحد يخدم وحده هذا زعما اذا راكم تخمموا بعقليه انه انا ومني حدت ما كانش حتى وتكون هارب هارب راني نقول لكم هارب كامل واش كاين باسكو رانا في ايكوسيستم كلش مترابط كاين الانتيليجنس تاع الاماكن كاين يا بوكو دو فورم دانتيليجنس دونك خمموا ثاني واش عندكم كوم انتيليجنس تقدروا توظفوه باسكو الانتيليجنس ماهوش غير دي كالكول فوالا